مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، الأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما بالمدن الساحلية، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد. السواحل الوسطى تمركز لسحب كثيفة، هذا على المرتفعات الداخلية مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية بمرتفعات الأوراس. نفس الأجواء فيما يخص منطقة الثورة، أقصى الجنوب الجزائري، مرتفعات الهجار والتاسلي، لكن تبقى سحب كثيفة سفلى بدون فعالية. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد تتراوح ما بين 22 إلى 28 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 30 بشمال الصحراء. نفس المقياس بأدرار، إن صلح أقصى الجنوب الجزائري 25 بتمنراست، جانت 26 درجة، فيما يخص إليزي 29 درجة بورقلالي، تقارب 32 درجة بمدينة تندوف. ظهيرة الغد بحول الله سيكون فيه نوعا ما تراجع لدرجات الحرارة القصوى، 40 درجة فيما يخص غليزان، 34 درجة بتيزي وزوز، 34 بقسنطينة سطيف، 39 درجة بباتنا، 38 بتبسة، 33 بعنابة سكيكدا، 34 درجة بالجزائر العاصمة، 36 بوهران مستغانم، 39 درجة بتلمسان، لن تتعدى 45 درجة بشمال الصحراء، 44 بأدرار، 43 درجة بإنصلح، 37 بتمنراس الجناتي، تقارب 46 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، فالبحر سيبقى قليل الاضطراب محليا، سرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والغربية، 20 كيلومتر هذا على السواحل الشرقية. الختام سيكون بالمعلومات الفلكية غدا بحول الله، شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و50 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.